السلام عليكم طلاب الصف الخامس، مرحبا بكم إلى درس جديد. قبل أن نبدأ الدرس، تعالوا معي نبحث ونتذكر ما درسناه في القواعد في الحصة السابقة. السؤال الأول، الجملة في اللغة العربية نوعان هما. نعم أحسنت، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تبدأ ب اسم أم فعل أم حرف. نعم أحسنت، باسم. الجملة الاسمية لها ركنان هما. نعم، المبتدأ والخبر. علامة رفع المبتدأ والخبر في حالة المفرد هي، نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، نعم أحسنت، الضمة، وخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الكلمات كان وأصبح وأمسى وبات وظل وصار. أسماء أم أفعال؟ نعم أفعال، هي أفعال ناسخة كان وأخواتها. اليوم هو كان وأخواتها. نتعرف أهداف الدرس. أن نميز بين أركان جملة كان وأخواتها. أن نعرف جملة كان وأخواتها إعراباً سليماً أو صحيحاً. تكون النتائج والمخرجات التعليمية. أن نميز بين الاسم والخبر في جملة كان مع الضبط. ونوظف جملة كان في كتابتنا وحديثنا بطريقة صحيحة أي مضبوطة. قارن بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم والجملة الفعلية تبدأ بفعل. أحسنت. هات من عندك مثالا لجملة اسمية. نعم الجو صح، الورد، نعم ورد مثلا جميل، الباب، الباب مفتوح أو مغلق، الحارس، الحارس منتبه أو مستيقظ، القمر منير، الدرس سهل، البحر. يجيب عن هذا السؤال، مما تتكون الجملة الاسمية؟ نعم تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. الورد مبتدأ متفتح خبر. الآن اقرأ معي هذه الجملة الاسمية واعرف المبتدأ والخبر فيها. الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وصحو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهكذا في كل هذه الجمل. فكر معي واعرف. الورد متفتح، الورد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، متفتح خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تعالوا نكتب هذه الجمل كما هي. الجمل السابقة، الجو صحو، انظر إلى اليسار، كان الجو صحو. الورد متفتح، أصبح الورد متفتحا. الطائر نشيط، أضحى الطائر نشيطا. الباب مفتوح، أمسى الباب مفتوحا. الحارس منتبه، بات الحارس منتبها. القمر منير، ظل القمر منيرا. الدرس سهل، صار الدرس سهلا. البحر قريب، ليس البحر قريبا. الآن فكر معي، ما الذي حدث هنا؟ ما الفرق بين الجمل الموجودة في العمود اليمين والعمود اليسار الذي على اليسار؟ الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وصحو خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. عندما دخلت كان صارت الجملة كان الجو صحوا. إذن الجو ظلت كما هي مرفوعة، وصحوا أصبحت منصوبة، وهكذا. الورد مرفوعة متفتحا منصوبة، الطائر مرفوعا نشيطا منصوبة، والباب مرفوع مفتوحا منصوبة، الحارس مرفوع منتبها منصوبة بالفتحة، القمر مرفوع ومنير منصوبة بالفتحة، الدرس مرفوع وسهلا منصوبة بالفتحة، البحر مرفوع وقريبا. ما هي الأفعال التي دخلت وتناسخت أي غيرت في المبتدأ والخبر؟ نعم هي كان وفاتها، هي كان، أصبح، أضحى، بات، ظل، صار، ليس. هذه الأفعال ممكن أن نحولها إلى مضارع وأمر. كان يكون كن، أصبح يصبح أصبح أو أصبح، أضحى يضحي أضحي، أمسى يمسي أمسي، بات يبيت بت، ظل يظل ظل، صار يصير سر. أما ليس لا تتحول.
فهي فعل جامد. ملحوظة هنا، الفعل الماضي سواء كان أو المضارع أو كن وهي الأمر لها نفس التأثير، أي تدخل على الجملة الاسمية فترفع. الآن استمع إلى المثال مع محاكاة المثال بجملة من عندك، مراعيا ضبط اسمها وخبرها. كان القمر منيرا، أصبح الدرس سهلا. أمس القمر منيرا، بات الحارس متيقظا، ظل الجو معتدلا، ليس المؤمن كذابا، صار الماء ثلجا. الآن تعالوا نرسم خريطة ذهنية لأخوات كان. أصبح، أضحى، أمس، بات، ظل، صار، ليس. الآن تعالوا نعرف مما تتكون جملة كان. كان الجو صحوا. هنا ثلاثة أركان. كان وهو الفعل الناسخ الذي يغير في هذه الجملة. الجو اسم كان، صحوا خبر كان. اقرأ واستخرج اسم كان وخبر كان. كان الجو صحوا، كان فعل ماضي ناسخ، الجو اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضم، وصحوا خبر كان. أصبح الورد متفتحا، أمس الباب مفتوحا، بات الحارس منتبها، ظل القمر منيرا، صار الدرس سهلا، ليس البحر قريبا. هنا الركن الذي يكون بعد كان يكون هو اسم كان. كان ما الذي كان؟ كان الجو. إذا كان الجو اسم كان، كان ماذا؟ كان صحوا، صحوا خبر كان. الورد اسم أصبح، متفتحا خبر أصبح. الباب اسم أمس، مفتوحا خبر أمس. الحارس اسم بات، منتبها خبر بات. القمر اسم ظل، منيرا خبر ظل. الدرس اسم ظل، سهلا خبر ظل. البحر اسم ليس، قريبا خبر. الآن ماذا فعلت أو عملت كان وأخواتها؟ الجو صحو، كان الجو صحوا. هنا رفعت المبتدأ وسمي اسمها، كان الجو صحوا. نعم، نسخت أي غيرت المبتدأ والخبر، فرفعت المبتدأ وسمي اسمها اسم كان، ونصبت الخبر الفتحة هنا وسمي خبر. تعالوا نعرف القاعدة هنا، تدخل كان وخواتها على الجملة الاسمية، تنسخ المبتدأ والخبر أي تغير في المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها. الآن اقرأ واضبط اسم كان وخبر كان. نعم، هذه الإجابة، فكر معي. نعم، الآن تعالوا نتعرف على نموذج لإعراب جملة كاملة. أعرب الجملة التالية أو الآتية: كان الجو صحوا. كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. الجو، كان الجو، إذا الجو هو الذي كان، إذا هو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كان ماذا؟ كان الجو ماذا؟ كان صحوا. إذا صحوا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. اختر جملة من هنا وأعربها، فكر معي واختر ثم أعرب. والآن تعالوا نلخص الدرس ونتعرف إلى القاعدة التي استنتجناها اليوم. القاعدة تقول: إن كان وأصبح وظل وصار وأمس وليس أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها اسم كان مرفوع، وتنصب الخبر ويسمى خبرها خبر كان منصوب. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.